لا يا فقرتنا اللي كتير حلوة واللي كتير مميزة رح نتعرف فيها على موهبة سورية بنفتخر فيها، علاقته مع البوزوق قديمة منذ الصغر، تعلم العزف تحت إشراف والده العازف عازف البوزوق عارف حبش الذي اعتبره معلمه الأول. نحن عم نحكي عن الطبيب والعازف هوشنك حبش يلي بصم بإبداع معزوفاته وسمعناها أكيد بكتير من الموسيقى. يا ليا أكيد اليوم بيصيرنا نرحب بالدكتور هوشانك حبش عازف البوزوق يلي أثبت جدارة بكل مكان نوجد فيه. صباح الخير، رمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم عليكم، بما انه قرب العيد كل عام وانتم بخير كمان. وانت بألف خير. فيك صباح الخير. صباحي. يعني خلينا نبلش، بنقول لك دكتور العازف الاثنين حضرتك يمكن خريج دكتور تجميل كمان ودكتور تجميل يعني حضرتك خريج يمكن جامعة حلب مثل ما قالت ليا، اختصاص تجميل وعازف بوزوق اكيد، يعني سمعنا مقطوعاتك وعزفك كتير وكتير ناس بتحبك، شو الرابط اليوم بين العزف والطب؟ هلا صراحة يعني أنا كتير بيسألوني هذا السؤال إنه أنت شو خلاك تجمع بين هالمهنتين، يعني اللي هن بعاد عن بعض نوعا ما، بس أنا بشوف غير هيك. يعني حدا كنت متمكن بالدرس يعني، فقدرت أجيب علامات وأدخل فرع الطب البشري يعني. ف يعني وموهبة والدك كانت يمكن هي الحافز الأكبر إن هي تعلقك بالعزف، لأنه هي قصة العزف موروث عنا وراثة يعني. فبابا بيعزف وجدي كان يعزف كمان. حلو. فأنا بشوف إنه بلاقي الفن بالجراحة كمان، يعني أنا بختص جراحة تجميلية هلا يعني، فبلاقي إنه جراحة هو كمان عبارة عن فن يعني، جمعت بيناتهم أنا يعني. هوشانك نحن رح نحكي كتير ولكن كتير حابين نسمع هيك من الصبح. يلا في لفيروز. يلا يلا تفضل. يعني هاي الآلة هي اسمها الساز، هي من فصيلة نحن هيك على في البقلمة في الساز والبزوق وش في بعد طنبور والطنبور، هن كلهم من فصيلة واحدة، ولكن انت ليش مو بزوق ليش ساز؟ هلا هي التسمية بتختلف حسب المكان الجغرافي، الفرق بالشكل، فرق باسلوب العزف، فرق بعدد الباريات والأوتار، فبكل منطقة لها تسمية يعني. فبالشمال السوري بيسموه طنبور،
والطنبور بتركيا هي آلة تانية، بتركيا بسموها ساز، عنا هون بسموها البزق، بس البزق شكل يختلف عن الساز يعني. أكيد. يعني هوشناك خلينا نرجع معك للبداية، على أول مرة يمكن مسكنا فيها هي الآلة، مثل ما بنعرف أو مثل ما ذكرنا بالمقدمة والدك كان له كتير دور كبير يمكن بالبدايات. هلا يعني أنا بداية تعلمت العزف وما كنت أحب الآلة، كنت طفل صغير، كان قال لي بابا تعال أعلمك، قال له لا ما بحب يعني. فبعد فترة هو كان عنده طلاب يدرسهم، فأنا أشوف الدرس من بعيد، روح لحالي أدخل أتدرب، فبعد فترة تفاجأ أنه أنا عم بعزف يعني. سمعي طبعا ما في شيء أكاديمي. اشتغل علي ووجهني كثير كمان، كمان درست معهد موسيقي بحلب، مدينة حلب، وأتقن العزف على آلة الكمان والعود، بس بتعلق كثير بهي الآلة يعني. يعني كثير بحب البزق، وكثير أنا داخل خط إني أعرف العالم على هاي الآلة. صحيح، ويمكن من خلال الإيفنتات يلي عم نشوفها عم تحقق هذا الشيء، طموحك أكيد عم يوصل لقلب الناس. يعني ما مرة هوشانك عزف ومع كل الناس أنه قالت الله. رح نبلش بأعمالك هوشانك ونحكي عن الحفلة اللي أنا كتير بحبها مع المايسترو عدنان فتح الله بمشاركة الأوركسترا الفرقة الوطنية للموسيقى العربية. شاركت بسولو كان لك مشاركة بخص الشمال السوري، هذا التراث يلي انت رسالتك وهدفك ايضا نشره. خلينا نحكي عن هاي المشاركة، قديش حلوة وقديش بتعني لك، قديش انه يمكن مهمة دخول الآلات مع الأوركسترا طبعاً. وبعدين نعزف. هلأ اول شيء بدي وجه تحية للأستاذ عميد المعهد العالي المايسترو، اكيد له صباح الخير للمايسترو. فكتير هو شخص بيقرأ صح مكان الآلة ووجودها، وحتى دمجها مع الأوركسترا يعني. فالمشاركة اللي كانت مع الأوركسترا العربية كتير أنا حبيتها، وكتير بيّنت يعني تفاصيل معينة للآلة مع الأوركسترا. صحيح. فأنا قدمت معزوفة سولو بتخص التراث اللي هو موجود بشمال سوريا، التراث الكردي أو الجزراوي فينا نقول. فعرفت العالم عن هذا التراث مع خليط الأوركسترا يعني. فكتير أنا بحب هاي التجربة، وإن شاء الله قريبا رح تنعاد بأسلوب تاني يعني. إن شاء الله. خلينا نسمع شيء يلا. نفس اللي الناشي من التراث شمال سوريا. سوري. أوكي. Thank you.
يعني اللي بيسمع هالعزف ليا ما بيقدر إلا ما يصفن وسلطن كمان. خلينا نحكي اليوم كتير موسيقيين سوريين اليوم وصلوا للعالمية، دائما الموسيقى السوري معروف إنه موهوب وطموح. خلينا نحكي عن مشروعك الموسيقي. مشروعي الموسيقي هو موسيقي بحت. يعني أنا في عندي مشكلة شخصية مع الموسيقى، إنه أنا ما بحب نفذ موسيقى ورا مغني. يعني أنا حابب أطلع من هذا المود، أدخل بمود الموسيقى، خلي شوي شعبنا يسمع موسيقى فقط وليس غناء، لأنه نحن متعودين نتلقى الكلام. نحن بنفتقر لتلقي الموسيقى، تلقي الموسيقى، وبحاجة لأنه يكون في سلطنة طبعا فرق وباند موجود بسوريا يقدم موسيقى. فأنا ومجموعة من رفقاتي عاملين مشروع موسيقي، أنا ما رح أحكي عنه هلا لأنه هو بلش من جديد. يعني رح يمثل، رح يبين الموسيقى السورية ولكن بأسلوب كتير جديد. يعني هو مشروع تريو، مشروع تريو موجود بسوريا مثل أي تريو موجود بالعالم، في كذا تريو، تقسيم تريو ولا روح تريو. فهذا المشروع قائم لقدام الخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب أكيد موفقين. هوشانك يمكن عم نشوف آلة البزق، خلينا نقول نسميها مختصر جميع الآلات. هي الآلة مع حضرتك عم تكونوا موجودين بعدد من الأماكن، خلينا نقول أو نعبر عنها بطريقة أكثر، على طريقة مودرن أكثر، على طريقة مودرن عم تحاول تدخل آلة البزق، عم تحاول تدمجها مع باقي آلات يمكن ما بتلبق لها أو ما بنتوقع أنه معقول بزق عم يعزف بهذا المكان أو بهذا الحفلة. اليوم يمكن قديش مهم أنه نحن ننشرع مع مواكبة التطورات مع باقي الآلات، هي الثقافة. كيف أنت عم تحاول توازن بينها وبين باقي الآلات ودخلها مع الآلات الباقية؟ ما هو هذا المشروع اللي أنا بفكر فيه، أنه بدنا نطلع من مود التقليد اللي هو معروف البزق آلة تقاسيم أيام الأستاذ محمد عبد الكريم أمير البزق، فكانت آلة تقاسيم، العالم تسمع التقاسيم وتسلطن. فمن جديد لازم نحن نوضح للعالم أنه هاي الآلة هي آلة سلسة، هي تدخل مع كل الآلات، طبعاً لازم تكون موجودة بكل أنواع الموسيقى سواء جاز ولا البلوز ولا الشرقية الغربية. فأنا كتير عم حاول أدخل الآلة بهاي الأساس. شناك يمكن حكيت شوي عن مشروعك الشخصي، خلينا نحكي على صعيد تعليم هاي الآليات. يا ترى بتحس بسوريا أنه أخذ حقها من حيث التعليم، أو أنت ممكن يكون عندك مشروع بعدين أنه أنت تعلم العزف عليها؟ لا، أنا ما كتير بحب التدريس يعني صراحة. وأنا كمان. هلأ عم بيدرسوها بمعهد العالي الأستاذ محمد عثمان. الأستاذ محمد عثمان أكيد. لكن يعني هاي الآلة تختلف عن هذيك الآلة. بزق العربي اللي عم بيدرسوه بالمعهد من منهج أذربيجاني، كمان حلو يعني الجو، يعني يكون في خليط حلو. بس أنا قلت لك إنه أنا رح أوضح للعالم شو هي هاي الآلة، ولازم تكون موجودة بكل مكان. يعني موضوع التعليم مستقبلا، هذا أنا ما بعرف هلا إذا فيني قرر إذا بدي أعلم حدا أو لا. يعني هوشانك رح نحكي عن مشاركاتك وأعمالك، شو شاركت خلال مسيرتك، ولكن أول شيء خلينا نسمع شيء. شو بدنا نسمع؟ أنا جاي على بالي اسمع كل شيء منك حلو. Thank you.
يعني اللي بيراقب هوشنك هو عم يعزف مبين علاقة الحب يمكن أو الشغف ومسلطنه أنت عم تعزف. رياكشن هيك رياكشن حلوة عم تطلع. خلينا نحكي عن موضوع دائما كنا نحن هلا بشهر رمضان الكريم إشارات المسلسلات دائما بتاخذ ضجة، خلينا نحكي عن مشاركاتك فيها لهي السنة. أنا سنة كتير كان لي مشاركات حلوة وكتير استمتعت بالعمل مع قامات موسيقية هامة بالبلد. اولا بدي احكي عن العمل الاهم اللي شاركت فيه اللي هو مسلسل حرملك مع الاستاذ اياد الرماوي. اياد الرماوي طبعا انا كثير كنت سعيد بهي المشاركه لانه عن جد العمل ضخم موسيقيا جدا، يعني بغض النظر عن ضخامه الانتاج والتمثيل، يعني موسيقيا العمل كان كثير مهم وكثير كان بقالب حلو يعني. فأنا كتير بوجه له التحية للأستاذ إياد ورح يكون في بيناتنا كتير شغلات حلوة لقدام كمان. كمان شاركت بمسلسل سلاسل ذهب مع الأستاذ رضوان نصري والموزع موسي هاني طيفور، وكمان مشاركة مع الأستاذ طاهر ماملي مسلسل ورد أسود وغفوة القلوب مع الأستاذ إيهاب مرادني. هوشانك كان لك حفلة خاصة على مسرح دار الأوبرا شاركت فيها، يمكن هيك كانت حفلة كتير مميزة ضمن مهرجان كانت. خلينا نحكي عن هي الحفلة وخلينا نحكي يمكن عن أهم المعزوفات اللي قدمتهم خلالها. مهرجان هو مهرجان البزق تمام اللي بيصير كل سنة اللي عامله أستاذ إدريس مراد طبعا. أنا شاركت بالمهرجان السنة الماضية وهالسنة عم أقدم نوعا ما الفكرة الصغيرة عن المشروع اللي براسي، يعني اللي هو اندماج الآلات الغربية والشرقية وحتى إبراز الآلة بمواقع كتير مختلفة عن التقليد يعني. فقدمت معزوفات تجمع بين الموسيقى الغربية والشرقية. أنا راح أديها هلا رح نقول رح نسمع. فكتير بسطت، كان معي أساتذة مهمين. كيف كانت هيك ردة فعل الناس؟ كتير حبوا العالم. أكيد. كتير حبوا الأفكار الموجودة بالمعزوفات يعني. فأنا بدي أقدم هلا معزوفة. يلا خلينا نسمع. هي شاركت فيها ضمن مهرجان البزق بدار الأوبرا. هاي فكرتي كانت اندماج الموسيقى الغربية والشرقية. يلا تفضل. Thank you.
الله عليك الله عليك يا ملك. قديش حلي صباحنا اليوم ليا عن جد كثير. يعني للاسف وصلنا لختام مساحتنا، يعني نورت صباحنا لليوم واكيد ضفت لمسه كلها ابداع اليوم لنا. اهلا وسهلا فيكم كل التوفيق. أنا بشكركم. شكرا. انا بدي قبل ما تشكرنا انا كمان بدي اتشكرك. اكيد كلنا بنفتخر وبنرفع راسنا فيك لانك من الشباب يعني الصغار بالعمر طبيب وناشر ثقافه يمكن كثير نحن اليوم بحاجه لها. شكرا كثير واكيد بنرفع راسنا فيك. انا كثير انبسطت بوجودي معكم وبدي اتشكركم وتشكر كل الكادر ورمضان كريم. رمضان عليك يا رب. نعد عليك يا رب. شكرا.